أسعد الله صباحكم شباب، وأسعد الله مساءكم حسب التوقيت اللي بتشوفون فيه الفيديو. طبعا كنت حابب بس أتكلم عن محتوى الدورة. دكتور توفيق نزل فيديو على القناة عنده، تقدر تشوف شو المحتوى، كيف الترتيب، شو الخطوات. لكن الحين خلينا يعني just to recap. عندنا مع الأستاذ توفيق المحتوى بشكل أساسي بينقسم لقسمين. قسم موجود عندك على منصة اسكولوجي، هذا عليه المنهاج كله، عليه تدريبات امتحانات حقيقية وامتحانات تجريبية، في تدريبات مختلفة، يعني تدريبات للقراءة، تدريبات للكلوز، مثلا تدريبات للفوكاب وهكذا. والامتحان نتيجته بتظهر معك بعد ما بتخلص، وبتعرف شو صح وشو خطأ، مع طبعا الإجابة الصحيحة إذا كانت أنت حليت الإجابة الخطأ. تاني شيء، هذه المنصة، تاني منصة هي منصة سكرتيف. كل يوم الأستاذ بيحط لك عليها إيه؟ امتحان برقم روم معين، ورقم الروم بيتغير يوميا. يعني على سبيل المثال خلينا نشوف هذا الامتحان، يعني نجرب. كان فيه روم مش متذكر حقيقة إذا كان الأستاذ توفيق حذفها ولا لا، بس خلينا نشوف. زي ما انت شايف تكتب رقم الروم اللي بيعطيها لك الأستاذ، طبعا هذا الرقم بيتغير يوميا، وبعد بتكتب اسمك. اوكي، وبتدخل هتبدأ تحل بشكل عادي. يعني بانكتون معناها دي بند اون، ونضغط سبميت ونشوف. لو الإجابة صح تطلع لك صح، اوكي، ويطلع لك الاكسبلانيشن عامة، التفسير بتاعها او التوضيح اذا كانت صح او اذا كانت ايش خطأ، وهكذا. تمام، لين ما بتخلص تظهر لك النتيجة النهائية تبعك. هاي التدريبات بتختلف، مرات بتكون تدريبات قراءة، مرات بتكون تدريبات جرامر، مرات بتكون تدريبات فوكاب، مرات بتكون امتحانات حقيقية، مرات تكون امتحانات تجريبية وهكذا. طيب كيف تستفاد؟ وهذا اللي أنا ناوي أتكلم عليه بشكل أساسي. أول شيء يا صديقي، منصة اسكولوجي بحر، بحر مليان. أنت راجل أو أنت أستاذة عندك امتحان قريب، لازم تنتقي اللي يناسبك. كيف انتقي اللي يناسبني؟ يعني مثلا واحد عايز يحصل درجات وشايف نقطة ضعفه في الكلوز، خلاص يركز على حل الكلوز الأول في الامتحانات الحقيقية. وقت ما يخلص الامتحانات الحقيقية يقدر يعمل سويتش، يبدل على الامتحانات التجريبية، يركز على حل الكلوز. واحد تاني لا والله مشكلته مثلا في الجرامر، خلاص يركز على أسئلة الجرامر، خلص هاي الأسئلة الموجودة وعنده وقت، أوكي حل باقي الامتحانات، خد اللي يناسبك. هاي خطة الدراسة عامة من البداية. الدورة فيها محتوى كبير، يعني أنا أكاد راهن إن ما في حدا هيخلصه، أوكي، خاصة إنك دايما بتكون عايز تحصل النتيجة تبعك خلال شهر. فكون انك تخلص الدورة، يعني محتوى الدورة كله اللي موجود على منصة اسكولوجي خلال شهر مستحيل، عشان اكون صريح معك. والله اذا بتذاكر ال 24 ساعة في ال 24 ساعة ما بيكفي. وخلي بالك يعني انا في شيء نسيت اقوله، انا الحمد لله حصلت الدرجة المطلوبة مني 1675. اللي لاحظته في الامتحان ان الامتحان ادابتيف، تمام، كل ما بتحل صح كل ما بيزيد عليك الصعوبة، او يمكن هذا اللي كان حظي يعني. لكن انا اللي لاحظته من اول ممكن 1400 وطالع كده انت بتبدأ في مرحلة جد الجد، فبتلاقي الاسئلة اصعب فاصعب فاصعب فاصعب، الامتحان بيكون صعب 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 صعب. في شيء تاني، انك
احنا كلنا لين ما بنوصل قسم الكتابة بنبقى خلص خلصنا طاقتنا وخلصنا تركيزنا على حوالي قسم الفوكاب وقسم الجرامر وقسم الشورت باسجز حق القراءة واللونج باسج حق القراءة الطويلة وهاي 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 اشياء كتيرة. فبتكون رايح لقسم الكتابة وانت اصلا خلص استنفست كل التركيز اللي عندك، فبتلاقي نفسك بتكتب وخلاص عشان انت خلاص عايز تخلص. انت حاول تركز عليه، لان هذا القسم كان فيه احد الاصدقاء على التليجرام مشكور ارسل لنا بيان رسمي من الوزارة يوضح ان هذا القسم عليه 25%، يعني ما يعادل 500 درجة. 500 درجة احنا لو هنقسم اقسام الكتابة A1 A2 B1 B2 C1 C2، فهاي الاقسام كل قسم واحد منها، كل ليفل منها او كل مستوى منها بيطلعك حوالي 83 درجة ونصف. يعني تخيل حوالي 84 درجة لكل قسم. يعني انت اذا بتجيب B2 بتكون محصل شيء 300 ممكن و35، هاي يعني رقم مو قليل ان كل ليفل يكون عليه 84 درجة. فانت على قد ما تقدر خلي تركيزك في قسم الكتابة. الامتحان واستاذ توفيق يحكي لك عنه باستفاضة ما راح يقيس المستوى الحقيقي للشخص. ممكن مستواك يكون افضل من الامتحان مليون مرة. الامتحان امتحان لحظي في لحظة ما، ممكن انت تكون عفوا نفسيا جاهز وممكن تكون مريض فأدائك يطلع أقل من مستواك. ففي كم أشياء لازم تلاحظها، ترتيب الوقت. هذا نفسه منصة سكرتيف كيف تستفيد منها. أول شيء في خطة ممنهجة للدراسة خبرتك بيها، دور على المحتوى اللي يناسبك الأول، دور شو انت تستفاد، شو الجزئية اللي تركز عليها. ما تركز على كل شيء والله بتضيع وبتشتت نفسك، ركز على احتياجك. تاني شيء حلك في الامتحانات، شغل التايمر عندك، شغل المؤقت، اجبر نفسك انك تحل 10 أسئلة بسرعة خلال دقيقتين فقط بالنسبة للمالتيبل تشويسز، تمام؟ خلال دقيقتين فقط لازم تضغط نفسك عشان لما تروح الامتحان ويكون معك 3 دقائق خلاص انت كنت ضاغط نفسك في دقيقتين، اوكي؟ فالامور تكون سهلة عليك. فدايما استخدم التايمر وانت بتحل الوقت وخلي العد تنازلي من 2 لـ0. شيء تاني مهم، السؤال اللي مانك متأكد منه او اللي انت غلطت فيه يا سيدي صور، خد سكرين شوت يا سيدي. يعني كيف اهي، خد سكرين شوت خليها موجودة عندك، تعال نهاية الاسبوع راجع الاسئلة اللي انت غلطت فيها لين ما تعرف الإجابة الصحيحة وما راح تغلط فيها مرة ثانية. هاي الخطوة بتفرق معك كتير كتير كتير، يعني تصوير الأسئلة اللي انت مو عارفها بيفرق معك كتير كتير كتير. تاني شيء يعني بالله عليك لا تتفنن، لا تتفنن. كيف يعني؟ مثلا انت عارف ان مشكلتك في الكتاب، اوكي، ودكتور نصر مثلا بيعطي حصص. للأسف أنا حظي كان قليل لأن أنا كنت داخل متابع مع أستاذ توفيق من فترة، فلما دكتور نصر جه كان خلاص أنا قربت أمتحن يعني، ولكن أنا حضرت الدكتور نصر حصتين. دكتور نصر بيعلم الناس من البداية يعني إزاي يكتبوا جملة، how to write a sentence, a simple sentence، تمام يا سيدي، a phrase بلاش a sentence، بيبدأ معاك من الصفر. لكن ما يجيش واحد يعني يكون مش عارف يكتب جملة عادية بسيطة، مش عارف يفرق ما بين الفول ستوب والكومة، ويقول أستاذ أنا بيجيب B2. Come on, it doesn't make sense. كيف أنت أصلا لسه محتاج تتعلم تكتب جملة بسيطة وجاي منتظر من الأستاذ إنه يوصلك B2؟ لا يا أخي، خليك واقعي في الأشياء. مستحيل تصل B2 وانت لسه ما انك عارف تكتب جملة بسيطة. فانت اذا لازم تحدد مستواك. اذا كان مستواك
ما يأهلك انك تكتب جملة، يبقى خلاص انت اول مرة تركز انك تعد نفسك صح وتاخد وقتك كامل كامل مع الاساتذة. ما تتسرع على الامتحان، انسالي الامتحان، لا تقرب من الامتحان نهائيا لين انك تكون مستعد. طول ما انت مو مستعد ما تقرب من الامتحان. ما تستنى ان الاستاذ معه عصا سحرية يعطيك العصا السحرية تحصل اللي انت تبيه، مستحيل، هذا ما في. واللي يقول لك انا بسوي هذا، هذا يا اما منافق يا اما هو في شخصيته شيء، مستحيل. طالما انت غير جاهز ما راح تحصل الدرجات العالية. وابدأ اتكلم عن الدرجات العالية يكون من 1400 فيما فوق. فلازم زي ما قلت لك لا تتفلسف، لا تشتت حالك، تكون عارف مستواك وين وتشتغل عليه لين ما تحقق الهدف. اتفقنا الامتحان عادي، شو المشكلة انك تدخل الامتحان وما تتوفق فيه اول مرة؟ المشكلة انك ما تستفيد من اخطائك. المشكلة انك ممكن تكون بتاخد وقت كتير في حل الاسئلة، بتضيع والقسم بيسكر عليك وفيه اسئلة ما انك بتشوفها بسبب انك بطيء. فهاي الامور لازم تعالجها، هاي الامور لازم تسوي لها ترتيب. طيب يا انا شو كنت بسوي؟ كيف ما خبرتك، انا كان اهم شيء عندي الحل ثم الحل ثم الحل ثم الحل. انا احل 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 على قد ما اقدر، اكتب مقال واثنين وثلاثة وخمسة في الاسبوع، ارسل للاستاذ توفيق، استاذي بعد اذنك لما تكون متفرغ القي لي نظرة على هالمقال. يوسف اوكي المقال تمام وكل شيء، بس اعتقد لسه موجود عندك. تاني يوم ارد اقرأ المقال ثاني واكتبه من اول وجديد، وهذا كله مع التايمر خمسة. انا كانوا بيعطونا في الامتحان 30 دقيقة، لا كنت بزبط 25 دقيقة، احط نفسي تحت ضغط وانهي التاسك خلال 25 دقيقة. هاي امور لازم تتبعها. فالحين خلينا نمشي خطوتين، نهاية الخطوتين. اول خطوة اتفقنا حل سكولوجي، حل امتحانات سكراتيف، ركز على المحتوى اللي يفيدك، اللي انت عندك نقص فيه في الدورة، خليك واقعي، اطلب اللي يتناسب معك، ما تستعجل في انك تحصل اللي انت لسه مو مؤهل ليه. ما في مشكلة انك تحاول مرة ما تتوفق، المشكلة انك ما تستفيد من محاولتك وتحسن من نفسك. كيف اذاكر؟ ابدأ يومك بسم الله الرحمن الرحيم، افتح سكراتيف، حل الامتحان، صور الاسئلة اللي انت غلطت فيها. بعد ما حليت سكراتيف رد على سكولوجي، حل امتحان حقيقي كامل، اعرف شو الاجابات الصح شو الاجابات الخطأ، صور الاجابات الخطأ بالموبايل. بعد خد لك بريك طويل، بعد العصر ابدأ اكتب مقال خلال 25 دقيقة، حط نفسك دايما تحت ضغط، او 30 دقيقة هذا بحد اقصى. اعرض مقالك على الاساتذة، خليهم يعطوك فيدباك، حسن من نفسك. ممكن يكون اللي بيصحح لك اصلا مو انسان، ممكن حط في دماغك انه ممكن يكون الذكاء الاصطناعي. فانت الحين ما شاء الله عندنا جوجل بوت، عندنا هذا تشات جي بي تي، خد مقالك، شو المشكلة انك تاخد المقال تبعك وتروح لتشات جي بي تي وتقول له مثلا read this essay from A1 to C2، فهو يعطيك الريت تبعك او يعطيك الليفل تبعك، وتشوف شو كيف الذكاء الاصطناعي بيصحح، شو الاشياء اللي مطلوبة، شو الاقتراحات اللي قدمها لك. هاي الامور اللي تخليك تطور من كتاباتك مع الاساتذة، مع الذكاء الاصطناعي، مع نفسك لما تترك المقال يومين وترد تقرأه مرة ثانية، هكذا تتطور في الكتابة. اوكي، لان خلاص القواعد معروفة، انا ما بقعد اشرح لك واقول لك لازم تلتزم بالكوهيرنس والكوهيجن، لازم تلتزم بوايد رينج اوف جراما وايد رينج اوف فوكابس. خلاص يا سيدي هاي القواعد معروفة حق الكتابة، لكن كيف تطور من مستواك هذا هو الفيصل، وهذا في الاساس يعتمد عليك انت قبل ما يعتمد على اي حد ثاني. اوكي، يبقى هاي هي الامور. والله العظيم والله العظيم وقسمي حسبني عليه ربي، هذا اللي انا سويته بالضبط من وقت ما ببدأ يومي من الساعة 9 صباحا لين بعد العصر. الحل ثم الحل ثم الحل يا صديق، انك تحل تحل تحل، تمارس
الأسئلة الخطأ تصورها، تطور من كتاباتك بالخطة اللي قلت لك عليها، ترسل للأساتذة، تستخدم الذكاء الاصطناعي، تترك المقال وتقرأه مرة ثانية بعد يومين، ترد تكتبه من أول وجديد. هاي الأمور اللي بتطور من نفسك. أوكي، طبعا في قصة طويلة للتعامل مع الامتحان، يعني كيف تتعامل مع الامتحان، كيف تسيطر على الوقت وهكذا. طبعا ان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني، وانا واثق ان دكتور توفيق يعني راح يحكيها لك باستفاضة ويعرفك كل شيء، واذا احتجتوا اي شيء في الدورة الجديدة حاضرين، انا ما عندي مشكلة ادخل معكم يعني حصة مناقشة، نتناقش كيف كان الامتحان، كيف الضغط، شو الأسئلة اللي ضغطنا فيها، شو الأسئلة اللي ما كانت واضحة، لأن امتحان الإمساك صراحة بيتطور بطريقة يعني هنقول طريقة مزعجة شوية، كل ما مستواك بيعلى كل ما بيتطور عليك، وهي هي الحياة، الحياة اللي ما بيتطور فيها بيتنسي، يعني خلاص بيكون من الماضي. ما شاء الله اليوم دولة الإمارات بتواكب جميع التطورات في العالم، وبتحصل على الريادة في بعض التطورات بيكون لها الانفراد بيها، مثل إن هي أول دولة عربية أصلا تستكشف الفضاء وتصعد للفضاء وتقوم بريادة الفضاء، فما شاء الله يعني. فهاي هي الفيصل، إنك لازم تتطور، لازم تنمي من حالك. التطور بيبدأ منك، رقم واحد. رقم اثنين، الاستعانة بالعناصر المتخصصة. وإن شاء الله لو في أي سؤال بنضم معكم على الجروب وبرد عليكم فيه.